راحت فين؟ اهلا يا ابني مروان. يا ابني انا عايز اقول لك ان جريدتنا دي اشبه بفريق الكره، حارس مرمى، خط الدفاع، خط الوسط، ورأس الحربة المتميز. والله يا فندم دي شهادة أنا أعتز بيها جدا. أنا بتكلم عن نفسي. بس لو حضرتك رأس الحربة، مين هيبقى المدير الفني حاصد البطولات؟ وعشان دماغك ولسانك اللي بينقط شهد ده، أنا استدعيتك. أمرني يا فندم. أنت عارف إن الأستاذ ضيائي اللي ماسك صفحة الفن خلاص كبر، راحت عليه. عشان كده أنا كمدير فني هنزلك يعني تمسك صفحة الفن بداله. صفحة الفن؟ ده كتير قوي عليا. مش كتير عليك، ده بس عشان انا تلميذ سعادتك. بس ليا طلب عندك. تحت امرك. لو جالك تحقيق صحفي مع سما المصري او عيشة الكيلاني بعد نيولوك، اوعى تنسى اخوك. ابدا يا فندم، ده انا هجيب حضرتك تغطي مقالتهم بنفسك. اغطي مقالتهم؟ انا اغطيهم برموش عينيها.